أمور تهمنا برنامج شيري في صحافة الشأن العام نسلط فيه الضوء على مشاكل المواطنين ونناقشوها مع المسؤولين وصناع القرار في قبلي في حلقتنا التاسعة نهار 20 مارس 2022 باش نشوفوا عدم استعمال أصحاب التاكسي الفردي في قبلي للعداد وهذا ما أثار تشكي المواطنين مع غياب سلطة الإشراف باش نحكوا كذلك على أسباب غياب الأمن في محيط معهد القلعاب معتمدية الدوز الشمالية ونغوصوا في صلب الموضوع مع مخاطر عدم وجود الصورة على تلاميذ المعهد ونتائجه وتحميل المسؤوليات. تسمعون على موجات إذاعة نفزاوة بالشراكة مع مبادرة مناظرة نهار لحد من نصف النهار للماضي ساعة. أمور تهمنا من إعداد وتقديم صبرة بن مرزوق مالك الريحاني وراقي عثمان. 5 دقائق بعد نص النهار، مرحبا بكم متابعي نفزاوة فيم الدرداركم وين ما يوصلكم صوتنا، إذا تسمعوا فينا على تردد 100.9 وإلا تتفرجوا في اللايف على صفحتنا في الفيسبوك نفزاوة فيم. كما عودناكم كل ثالث أحد من كل شهر يرجع لكم برنامج أمور تهمنا في حلقته التاسعة مع مواضيع تهمنا وتهم جهتنا. معكم صبرة بن مرزوق من وراء الميكرو، وكالعادة منش وحدي، رفقة راقية عسلامة صديقتي. مرحبا بيك صبرة. عسلامة ملك. عسلامة صبرة، صباح الخير. عسلامة، كما عودناكم مستمعينا برنامج أمور تهمنا يرجع لنا في موعدهم الشهري، موعدنا الشهري اللي يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة بالشراكة مع 5 إذاعات جمعياتية تنضوي تحت الاتحاد العام التونسي للأعلام الجمعياتي. إذاعة نفزاوة هي واحدة من 5 إذاعات اللي تلقوا فيها أمور تهمنا اللي هما عليسة فيم، مندرة فيم، دريمة فيم، وسليومة فيم. البث باش يكون متزامن على كل الإذاعات من نصف النهار الماضي ساعة، لكن في كل إذاعة أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تمس الجهة والمنطقة هذيك. خليكم معنا. مواضيعنا اليوم مستمعينا ما تقلش أهمية على المواضيع اللي كنا طرحناها في حلقاتنا السابقة من برنامج أمور تهمنا. باش نحكي اليوم على أسباب عدم وجود السور في معهد القلعة بمعتمدية الدوز الشمالية ومخاطر هذا المحيط على تلاميذ المعهد والإطار التربوي ككل. لكن قبلها باش نشوفوا مشكلة قديمة ومش جدة عنا في قبلي، ولطالما أثرت عنا الرأي العام في جهتنا وزاد من وراء تشكل المواطنين على هذا، هو عدم استعمال أصحاب التاكسي الفردي في قبلي للعداد. مالك صديقتي، أكثر تفاصيل على الموضوع. شكراً. بالنسبة لنا الموضوع هذا كما ذكرت زميلتي صبرة إنه موضوع قديم متجدد في الوقت الحالي. قبلي هي من الولايات القليلة إذا مش الوحيدة للأسف اللي ما تستعملش فيه العداد. وباش يكون حاضر معنا إن شاء الله في الإطار هذا رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي بقبلي سي مبروك المياحي، في انتظار أنا نتحصلوا على الرئيس الغرفة الجهوية. يعتبر ملك وراقي اليوم موضوع التاكسي هو من المواضيع الشائكة عندنا في قبلية. أكيد، ووصلت عدة تشكيات يعني من المواطنين هذا الموضوع، لذا اقترحنا احنا نقترحه وإن شاء الله نحاول نلقى حلول إن شاء الله. معنا سيد مبروك، عسلامة. أهلا وسهلا عسلامة، شنو حالك؟ أولا نشكرك على قبول الدعوة سيد مبروك. عندك زيك اليوم سي مبروك، يعتبر موضوع عداد التاكسي الفردي من المواضيع الشائكة عندنا في قبلي. هل اليوم قاعدة توصلكم تشكيات المواطنين بخصوص هذا الموضوع ولا لا؟ والله خليني نوضح لك حاجة. خليني بالنسبة للخدمة اللي قاعدين نخدموا فيها أو العمل اللي قاعدين نخدموا فيها هذا رانا جالسين بالعداد أول حاجة الساعة. يعني رانا معنا إلا بالسبيطار بالبلاس البلايس الكلية كاننا ما حاسبينهم بالعديات. هذه من ناحية. الناحية الأخرى بالنسبة لحني ما عندناش مشكلة، كانت التاكسيات راه بالعديات، راه كنا أول حاجة عندنا كل تاكسي مجهزة بالعديات وتعدي فيزيت إلا بالعديات، وراه ما فما حتى واحد باش يقول لك ما عنديش عديات. عندنا عديات، أما تبقينا إحنا عندنا عوائق اللي تخلينا من من ما نطبقوش العديات الوقت الحاضر. صحيح سي مبروك، جايين باش نتحدثوا مازال موضوعنا اليوم معاك طويل. كما قلت موجود عداد، لكن احنا مش مشكلتنا انه موجود، مشكلتنا انه ما يستعملش. هبطنا للشارع. عندنا معوقات سي مبروك. المعوقات نتاعنا هي احنا الناس الكل تخدم لنا في خدمتنا، اللي هو يخدم في خدمه التاكسي، النقل الريفي يخدم في خدمه التاكسي، الكار يخدم في خدمه التاكسي، تجي وسط البلاد تجد الناس كلها تدور. النقل الريفي يجي
مش ملتزم بالمحطات نتاعي، يوصل وسط البلاد، يوصل السبيطار، يوصل البيت كل اللي واش كيف ما يهبطش في المحطه، يوصل للديار سواء جاي من تونس ولا جاي من جابس ولا جاي من اي بلاصه كان. سي مبروك سامحني، التاكسي باش يخدم العداله. سي مبروك اول هذه من شوف اللحظه الساعه، اول حاجه الساعه فما خصوصيه نتاع بلاد هكا ولا خاطر احنا راه البلدان فما البلدان كلها في كامل ولايه الجمهوريه فما بلايص بالعدات وفما بلايص بالكرسي، فهمتي؟ في سواقس، في جربة، في تونس، في سي مبروك أن النقل الريفي يوصل، هذا مش سبب أنه الكونتير ما يخدمش. هبطنا احنا للشارع وسمعنا آراء بعض مواطنين ولاية قبلي. لا 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 أختي، لا 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 لا، هذا سبب 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 رئيسي. وقت الناس الكل تلتزم بالمحطة نتاعها، أنت تلتزم بالمحطة نتاعك ماش تخرج. أنا وقتها تو نقل تو وقت نخدم العداد نتاعي. وثاني حاجة عندك محطة نتاع اللواجات. محطة اللواج اللي كانت في المحطة الفوقانية على أساس احنا باش عندنا برنامج باش تقعد المحطة بتشد وهم بيصرف في المحطة الفوقانية يقدموا كيفاش يجوا للسبيطار. كيفاش تحب باش نخدموا بها؟ احنا نخدموا ب 500 فرنك البلاصة للسبيطار. أي المواطن شنو ذنبه أن النقل الريفي يوصل؟ الناس كلها مركبة معنا حتى حد. فهمت يا أختي؟ السيد مبروك. العملية كل شيء مربوط ببعضه، كل شيء كي تقولي لي ما النقل الريفي في شيء احنا مشكلتنا العداد، احنا العمل هذا كلها مشترك. التاكسي تجيب لها النقل الريفي وتجيب لها اللواج واللواج والتاكسي تهز اللواج والنقل. اكيد هي كلها سلسله تابعه بعضها. سي مبروك هبطنا احنا للشارع. سي مبروك سامحني وسمعنا اراء بعض المواطنين، ابقى معنا نسمعوها مع بعضنا. اي تفضل. الو الو، معك سي مبروك. سي مبروك. ايوه خلينا نسمع مع بعضنا اراء المواطنين قبلي وتشكياتهم. في انتظار سي مبروك انا تتعدى اراء المواطنين. قلت لي اللي يعني الكونتير ما يخدمش، صحيح انه اللواجات يوصلوا ويوصلوا الناس ويدخلوا لوسط الولايه والمناطق السكانيه ويخدموا في خدمه التاكسي. يلا انا ديجا تو باش نسمعوا مع بعضنا الميكرو تروتوار، يعني اراء المواطنين، خليك معانا نسمعوا ارائهم ونكملوا ان شاء الله مع بعضنا. أنا مواطنة من دوز وعندي الإشكالية هذه نتاع التاكسي الكونتير، من المفروض كل المسافة ولا البريم تاعها. والله نطالبوا أنا يعملوا كونتير للتاكسيات بس توحد التسعير. بالنسبة للتاكسيات في قبلي المدينة بصراحة معناتها هي مشكلة ذي يعانوا منها ناس كل، اللي تركب تاكسي مثلا باش تمشي المسافة قصيرة ياخذ عليك فلوس أكثر. الكونتير حقا يعملوا لنا كونتير باش يولي كل نضوي حقا حقه. معناها يمكن تسائلوا علاش التاكسي اللي موجوده في قبلي ولا اللي موجوده في اي بلاصه اخرى في ولايه قبلي ما فيهاش كونتير. جينا الاجابه ماهيش بقرعه، خاطر قلنا قبلي مثلا مدينه صغيره ما يجيش فيها كونتير، ما تاكسيستي ما يربحش. ديما يوم ما نتسائلوا كان سبينا، معناتها تاكسيستي اللي يسوق ولا حاجه ما يعطيناش حاجه مقنعه، ما يعطيناش حاجه تخلينا احنا نقولوا اي والله ما يجيش التاكسي في كونتور في تاكسي في قبلي. لازمنا اليوم نعرفوا اجابه ولا نحطوا حتى اي اليه تخلينا ان نكونوا معناتها ضامنين حقنا، احنا ضامنين حق التاكسي. والله مشكله التاكسي اللي من غير كونتير مشكله كبيره ياسر، وطلبنا عدد المرات انه باش تبدا تكاسي بالكونتير، والمواطن في ولايه قبلي الكل يعاني من المشكله هذه برابور الولايات الاخرين. ان شاء الله يتسمع صوتنا ويطبق القانون وتبدا الناس كل كيف كيف ويتنحى الظلم والاستغلال اللي يعاني منه المواطن في ولايه قبلي. كما كنا نسمع سي مبروك اليوم في قبلي ما فماش تسعيره موحده للتاكسي. كما قلت لنا انت، سامحني لحظه. الو كما قلت لنا انت اللي فما مناطق محدده في قبلي يعتمدوا على البلاصه، علاش ما نعتمدوش هذا في قبلي كامله؟ باه سامحني اختي، سامحني. تفضل. المقارنات اللي عملوها فيها الاخيان المقارنه مع قبلي بجابس ولا بصفاقس ولا ببيد واي ولايه اخرى، بلادنا بلادنا صغيره صحيح، بلادنا صغيره، يعني ربع ساعه الدوري فيها قبلي كامل، ربع ساعه تمشي من الجامعه حتى الجنوره وتمشي للنزله وكل شيء اربع ساعه دوريها قبل كامل. المقارنات هذه عمرها ما تجي. يا في جابس باش تخليني بجابس سكان المنطقه البلديه نتاعنا يعني في قبلي ما تجاوزتش ممكن 20 21 الف كف في الزون هذيك.
الطلبه الموجودين في قابس راهم 23000 طالب. حنا نحكوا على قبلي اليوم سي مبروك، رانا مانيش نحكوا على قابس، سامحني شنو ذنبه المواطن في قبلي يعيش في الغلاء هذا؟ احنا ما نحكوش على قابس، نحكوا على قبلي. هني كي نقولوا مالاش باش يخدم الكونتير ولا كذا خاطر بلادنا في صحه، هذا مش هذا القصد. اول حاجه الساعه كيما فهمت غالى الكونتير كيما باش نهزوا مثال من السبيطار حتى الجنعوره رانا جايشينها بالكونتير، من السبيطار النازله جايشينها بالكونتير، رانا قاعدين نساعدوا في المواطن، مش قاعدين نعملوا في حاجه اخرى. اللي باش زايد هذاك حاجه اخرى، هذاك موضوع ثاني. اما بالنسبه للنحلي رانا كل شيء ملف. تو انت تعمل تليفون من جنعور، الو تعال لي يرحم والديك هذيك الجنعور، يمشي لك الجنعور ويهزك للسبيطار ياخذ عليك 3000 فرنك. ايش باش ياخذ عليك؟ احنا في الحين ناخذ في 2500 من السبيطار حتى الجنعور، وهي هذيك الكونتير هذه 2500، لكن انت عامل تليفون يمشي لك الجنعور ويجي ولا الكونتير سلاح ذو حدين. يا اخي انت باش كيفاش نخدموا الكونتير؟ رانا باش نخدموا بقانون، راه بالقانون تاع قد فكره. فماش واحد يسافر من غير فاليز، فماش واحد يسافر من غير ساكن، فما ساكن في القانون نتاعنا لا ناخذ عليه دينار. الكولي فاتت 40 سنتي معناها ناخذ عليه دينار، فاتت 10 كيلو ناخذ عليه اي حاجه، فاتت 10 كيلو ناخذ عليه دينار. راه هذا يقول لك بصالح المواطن. اي هذيك ياخذ دينار على الفاليز سي مبروك، سامحني. عندنا ثلاثه بلايش ثلاثه هذه عطونا واحده من 3000 والحلال 540. هذه 3500 ده مازال فم واحد باش ياخذ تاكسي. سيد مبروك، احنا قاعدين نساعدوا في المواطن. بالنسبه لنا احنا عاملين البلاصه ب 500 للسبيطار، وكانت محطه الواجهات عاملين البلاصه ب 800. سامحني بالله سي مبروك، خاطر فتني في النقطه، وكل مره باش نرجع عليك تفوتني للنقطه اللي بعدها، سامحني قصيت عليك. لكن كي تقول لي احنا واخذين ليني واحد عندنا كان من محطه التاكسيات للسبيطار الوحيده اللي بالبلاصه، غير هذا نحكي لك على روحي شخصيا، من دوز من دارنا في دوز الغربي لدار جدي في العوينه ناخذ كل مره تاكسي، مره 2500، مره 3000، ساعات تجينا 2000، ساعات تجينا 15%، رغم اللي هي نفس المسافه نكلم المحطه نتاع دوز تجينا لدارنا لدار جدي في العوينه، لكن كل مره سوم، ماهوش سوم واحد معناه. والله بالنسبه للدوز، الدوز وضعيه خاصه، وضعيه عندهم بيرو عندهم تليفون. تو انت تعمل تليفون باش يجيك البلاستيك ويجي يهزك، كيفاش ياخذ عليك 2000 ولا 2500؟ نتصورها ماهوش حاجه كبيره بالنسبه لل ماهيش حاجه كبيره. انا ما نحكيش على تو ابار انها غاليه على 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 ذر بلادنا وعلى على اهلنا ومالينا، لكن لا لا لكن في 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 مدن اخرى وقت تعمل تليفون ويمشي لك بالذمه ويجيك، راه ماهوش هذا السوم، راه فما 5000 و10000 فما كونتير سي مبروك. يعني انا ناخذ ب 2000 ولا 2500، تو انت تعمل تليفون الو خويا بالله راني في البلاصه الفلانيه، يجي يمشي خاطر ما تديش عليها، يعني من دار ما عملت التليفون ما تديش عليه الواحد وين راهي مسافه صغيره. انا اللي الجامعه ساعات تبدو في الجامعه يعمل التليفون في اخر جنعورة وتمشي له ومش داخله ليه 2000 فرنك. راهو اسمعني، بالنسبه لنا احنا عندنا خصوصيه، هذه بلاد صغيره، هذه من ناحيه سواء في دوز ولا في سوق لحد ولا في قبل، بلدان صغار مالناش ما تقارناش بمدن كبيره. وين نهبتك انت يطلع الاخر، نهبط هذا يطلع الاخر، تو احنا نمشوا 5 كيلومتر ما تلقيش واحد حتى يحك في راسه. سي مبروك من فضلك، يعني لو تسمع التدخل نتاعي، المواطنين من حقهم ان هو يعني يمشي الكونتير او بمعنى اصح العداد باش كل ذي حق حقه، يعني المواطن يكون مطمئن في نفس الوقت اللي يخدم على التاكسي يكون في نفس الوقت ياخذ حقه، خاطر المواطنين ما دام وصلوا عملوا صيحة فزع أكثر من مرة. من فضلك يا سيدي اسمعني عايشك، مادام وصل المواطنين أكثر من مرة يطالبوا بالعداد، لأن بالرسمي صارت تشكيات كبيرة، لأن أكثر من مرة تجي تحكي مثلا تقول لك أنا راني نسكن في طريق جابس باش ناخذ تاكسي نمشي للسونات اللي هي مسافة صغيرة تاخذ عليا 3000 ولا 4000 والتسجيل ديجا موجود عندنا، هذا ماهوش معقول. إن كل تاكسيستي يعطي سوم معين، هذا زادة ماهوش معقول. المواطن عنده حق وفي نفس الوقت التاكسيستي عنده حق، يعني احنا اليوم نتسائلوا هل فما قانون يفرض استعمال العداد؟ نعم او لا؟ من فضلك يعني نجم تجاوبني على السؤال هذا. يعني باش نجاوبك، احنا العداد معنا كيما ما بديت العداد، راه معنا فيه حتى مشكله، رانا نخدموه من غدوه. لا ما سامحني ما الاستاذ، كي انت ما عندكمش فيه حتى مشكله علاش ما يطبقش؟ اسمعني تلتزم السلطه تنفيذ القرارات بتاع البلديه، تحويل محطه اللواجات للترجيح على بلاصتها،
ما عاد حتى يدخل لي حتى كنبة، لا نقل ريفي لا لواج لا حتى شيء يوصل البلاد. احنا مستعدين نخدموا الكونتير من غدوة. كيما قلت انت حابوا تاخذوا حق اعطونا حقنا، احنا كي ناخذوا حقنا تو نخدموا نعطوا حق العباد. سي مبروك من فضلك. هذه من ناحية، من ناحية اخشوا وقتي، من ناحية اخرى عمرنا وعمير عمرنا اللي كان عندنا كورسة بتاع 4000 و5000 هنا في جبلي، واللي باش ياخذ 4000 و5000 يا خويا فما نقابة تجي يشكيها. باهي سيد مبروك. 2500 عندنا 15%. باهي باش نسألك سؤال آخر سيد مبروك، يعني تو حنا نحكوا حنا قاعدين نوصلوا في صوت أهالينا في نفزاو، وقت اللي أنت تقول نحب يرجع المحطة نتاع اللواجات تطلع الفوق يعني في طريق جابس الفوق والتاكسي تمشي غادي، فما عبيد تروح الماضي ساعة نتاع القايلة والساعتين والثلاثة في القايلة، مرا كبيرة راجل كبير، ما فماش تاكسيات وحنا طلعنا وشفنا بعيننا. سامحني من فضلك يا سيد الكريم من فضلك، في الليل زادة مرا تروح تبدا مروحه من سفره بعيده في الكار ولا حاجه تبدا جايه من تونس ما تلقى حتى تاكسي، زاد الاهالي عندهم الحق بالطريقه هذه. حاجتين يعني لازمكم انتم حتى التاكسيستيه زاد يكونوا واضحين منظمين، كيفاش اني الماضي ساعه نتاع القايله نجي رجل كبير ولا مرا كبيره تقعد مطيشه في القايله وما فماش تاكسيات؟ حتى المواطنين عندهم حق بصراحه. مالا سي مبروك علاش ما نبدلوهاش الكل بالبلاصه ونقص النزاع معناه مادام ما فهمش حل. اسمعني شوف اختي، شوف كيفاش، اسمعني بس هذه كلام. بالنسبه للنحني، بالنسبه للتاكسيات رانا المتواجدين في اي وقت في اي ساعه، تعالي في الليل تجي التاكسيات في المحطه موجودين، في محطه الكار في اي وقت تجي فيه الكار موجودين التاكسيات على 4 نتاع الصباح من 3 العباد تنوض من 3 تستنى في الكار نتاع تونس، مال الجيران نتاع تونس شكون يجي فيهم الركاب؟ ما تاكسي هذا يرى مش شو بك يباش هني. فما حاجات أخرى ممكن سنوية، فما مثال الكار وخرة الكار كذا هذيك تجي ما تلاقوش هني وياها، أما التاكسي موجودة 24 على 24 معناها سي مبروك مع كامل احتراماتي ليك، عفوا سي مبروك مع كامل احتراماتي ليك، المواطنين وصلوا عملوا اكثر من تشكي من انا كنت المحطه الفوق، واني اصلا على عين مكان يعني كنت طالبه ونجي يعني تقريبا في الشهر نجي مره ولا زوز نروح لقبلي، وقت اللي نروح القايله مستحيل كان نلقى تاكسي، صعيب برشا والناس وصلت تتشكى اكثر من مره، وتبقى الطلبه مطيشه خاصه في وقت القايله نحكي لك الصيف تبقى مطيشة، نسي كبار تبقى مطيشة. لا سيد المبروك مع كامل احتراماتي ليك، لا ماهوش متواجدة التاكسيات. لا 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 التاكسيات متواجدة. أشوف يا أختي هذيك محطة رسمية نتاع لواش، تسمع فيا حاطني عملتها الدولة، بالنسبة لنا احنا ماهيش مشكلتنا احنا، مع التحول ما تحولش هذيك السلطة هي اللي تحولها للواش. ولا سي مبروك سامحني فماشي تواصل مع السلطة المعنية بالموضوع هذا. لا لا سامحني عندنا معوقات تتنحى المعوقات نخدموا لكم الكونتير أكثر ولا أقل. إذا كان ما عاد حتى نقل ريفي ولا لواج ولا كار تدخل لي وسط البلاد هنا، احنا من غدوة الحي نخدموا الكونتير. سي مبروك أنت كسامحني كممثل وزاري، مش احنا رانا نقولوا باش نحوا المحطة ولا نطلعوا الفوق، هو أنت عندكش تواصل مع السلطة المعنية باش ننظموا هذا القطاع اليوم في قبيل؟ احنا كلحنا مع السلطة، مع السلطة فما قرار بلدي، فما شكينا عملنا ولادي راه النقل اللي بيطلع لنا راه وكذا، هم يتشكوا احنا نتشكوا، راه بالك الشكيات من كلا الطرفين، هم يشكوا على التاكسيات واحنا نشكوا فيهم، اما تبقينا راه فما مش هذه العمليه. راه يا بنتي شوفي كيفاش، بالنسبه لنا احنا تو حاليا الوقت الحاضر رانا مانيش باش نقول لك راه فما الناس تقول لك نزهاء ولا الناس تقول لك تهز مراجله ولا كذا، لا فما فينا وعلينا، اما تبقينا اللي يحس بروحه فما ظلم ولا فما تجني عليه مثل هز بكورسه مش عاديه، مانا يحس بروحه اللي كونها هز بالغلا، رانا مستعدين باش نوقفوا لاي شخص، رانا مش هذه ومش هذه الحاله، يعني هي عندنا نعرفك باش المواطنين بتاعينا ونعرفوهم وعنا هم لينا وعمرنا، ولا كان جاء واحد يتشكى على حاجه خلى وانا درك، واش يجي واحد يتشكى يقول لك هزني بشوم مش طبيعي معناها. لا فما يا اخي انت تو في جابس تمشي يهبط في اللواج، من اللواج ياخذ تاكسي، ما باش يجي يسال، فما بلايص من البلاصه في تونس وفي الساق يجي يقول علاش هزيتني بالبلاصه ولا علاش هزيتني بالكونتير. سي مبروك سامحني نحب نتدخل، كما قلت انت ما فهمش تشكيات، اما اليوم النجم نحتاجوا على 5000 اللي هي ظلم للمواطن، كما نجم نحتاجوا على دينار ال 1500 ساعات تكون ظلم لصاحب التاكسي،
علاش ما دام ما فهمش حل على الكونتير، علاش ما نفرضوش يعني بالبلاصه في قبلي كامله بكامل المعتمديات نتاعين؟ راهو لا بالبلاصه، راهو شوفي كيفاش شفت هنا الدواء السبيطار عليه شرس عليه خدمه السبيطار، الناس تمشي للمرضى ويمشوا ويجوا ويعدوا ويعملوا كل شيء، لكن لك تو مثل النزله ما فماش ماشي للنزله ماشي جاي على على انت طاحتي منا يطلع الاخر ولا عندنا محطات يعني في منا من في جنوره كيف جنوره هذا نهزوا بالكورسه، لكن ما عاملينها كي نرجعوا نعملوا بالبلاصه، ما عملنا ما هزينا واحد قلنا له خذ لنا عليه 2000 ولا دينار ولا 5000 ديما ناخذ بالسكينات مني على جنوره 500 للسبيطار 800 للمحطه نتاع الكيران هذا يقول لك بالنسبة لنا هني راهو كيما قلت لك راهو سلاح واحد راه الكلام باش تخدم الكونتير يا اخي انت عندك وليده مش باش تاخذ لك دينار عندك زوج مش باش تاخذ لك 2000 فرنك هذا راه ماشيش خاطر هني العملية راهي كلها يقابل بعضها معناها هذه خصوصية نتاع بلاد وعباد كيما يقولوا فيها هني اهلنا ومالين يعرفونا ونعرفونا مادام خصوصية نتاع بلاد سي مبروك احنا لازمنا نوقفوا لبلادنا راهو هو على اساس كان باش يتدخل معنا طرف من الإدارة الجهوية لكن اعتذر في آخر لحظة قال ما جاتش موافقة من الوزارة وان شاء الله احنا باش نتبعوه الموضوع هذا ونعاود ونكملوا فيه لقدام لكن اليوم نحبوا نعطوا للناس كلمة احنا اللي تقول احكينا على التاكسي في قبلي مسكين ما عادش يسكت تلمو ناس فعلا كما قالت لك صديقتي اذا كان تجي للمواطن تلقاه في حاله كما نقول بلغتنا العاميه من السوء من الاسوام اللي قاعد يلقى فيها على مسافات صغيره والتاكسيست زاد يقول لك انا باش نخدم التاكسي وقبل صغيره ولازمني سوم باش نغطيني حاجياتي والليسونس نتاعي والكل معناه ما لقيناش منين نشدوه الموضوع والله شوفي كيفاش شفت بالنسبه لنا هنا كل الكهرباء مجهزه بعد يد وانت تحاج باش تخدم تقول خدم لك الكونتير تبغى تخدم لك الكونتير فهمتني اما تبقينا فما بلايص قاعدين نخدموا لها باقل من 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 سوم انا لا طلعت وقلت له خدم لي الكونتير وما حبش يخدم لي الكونتير برد كي تعملي مقارنه تعملها مع ابو ولايه تخلص لقينا هنا ما ناش قاعدين ناخذوا حتى في حاجه ما انا ما لا لا قاعدين ناخذوا لا سامحني لا هذا قانون يعني وحق يعني مش لازم نحن نقارن رواحنا بالولايات الاخرى بالعكس يعني سامحني استاذ شوفي كيفاش هذه محطه اللواجات هذيك تعطلت عليها رخص وقت الحوله تبعتها غادي تعطلت عليها رخص وما زالت العباد ما زادها للحنا تحب رخص فهمتي يلزم الناس كلها تشد بلايصها محطه اللواج تشد بلاصتها النقل اللي بشد بلاصته وحنا مساعدين من غدوه الحي نطبقوا القانون صحيح وهذه فرصه سي مبروك باش توصل نطبقوا القانون علينا يعني معنا حتى اشكالي يعني صحيح سي مبروك وهذا فرصه لكم انتم زيادة باش توجهوا صوتكم ورايكم اللي انتم عطلتكم بالنسبه احنا عينا والله عينا بكتابنا المكاتيب عملنا كل شيء عملنا جميع البحث ما تشوفي يعني مستبحي والله صدقيني اللواجات والنقل ذي في وسط البلاد تقول عليهم تاكسيات وتحبوا التاكسيات تخدم وتحبوا كيفاش باش تخدم التاكسي بالوقت كيفاش بعد هذا يا اختي ما وان شاء الله ربي يقدر الخير بالنسبه للناس كلها ما انا ما حتى على الاقل كي تبدا مسافه ماهيش بعيده ياسر على الاقل ناخذوا سم معقول هذا اقل ما يمكن معناتها نجموا نعملوا احنا ناخذوا ب 15% و 2000 فرنك ما نتصورش لك في وسط البلاد اما قلت لك من السبيطار حتى الجنوره فما 500 زايده ومن السبيطار حتى النزله 500 زايده هذا هي الاسوام اللي عندنا صحيح سي مبروك 10000 هذه ما ناخذوش فيها لا ناخذ لا في 5 لا في 10 اللي ياخذ هذيك 5 و10 اخوتي انا المركز ولا انا النقابه تجي تشكيل ما فهم حتى اشكالي باهي سي مبروك يعطيك الصحه اي بشر يزيد على مواطن حاجه فرانك تحمل مسؤوليته شكرا سي مبروك يعطيك الصحة على الاستضافة وشكرا على المعلومات اللي مدينا بها وديما كما يقول لك اسمع الرأي من جهتين ما تسمعش الرأي من جهة واحدة معناتها احنا سمعنا الأهالي لازمنا زادة نسمع التاكسيات ولازمنا زادة نسمعوك أنت يا سيد رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي وإن شاء الله في الأيامات الجاية نوصل ونلقوا حل الإشكال هذا ويعتمد في الولاية لا شكرا شكرا على الحضور يعيشك نخرجوا فاصل موسيقي وراجعين معك
صناع القرار في قبلي في حلقتنا التاسعة نهار 20 مارس 2022 باش نشوفوا عدم استعمال أصحاب التاكسي الفردي في قبلي للعداد، وهذا ما أثار تشكي المواطنين مع غياب سلطة الإشراف. باش نحكوا كذلك على أسباب غياب الأمن في محيط معهد القلعة بمعتمدية الدوز الشمالية، ونغوصوا في صلب الموضوع مع مخاطر عدم وجود الصورة على تلاميذ المعهد ونتائجه وتحميل المسؤوليات. تسمعون على موجات إذاعة نفزاوة بالشراكة مع مبادرة مناظرة نهار لحد من نصف النهار للماضي ساعة. أمور تهمنا من إعداد وتقديم صبرة بن مرزوق، مالك الريحاني وراقية عثمان. مرحبا بكم مستمعينا من جديد على موجات إذاعة نفزة وإف إم الدار داركم وين ما يوصلكم صوتنا، ومرحبا بكم زاد ومرحبا باللي مازالوا كل تحقوا بينا تسمعونا على تردد 100.9 ولا تتفرجوا فينا لايف على صفحتنا في الفيسبوك نفزة وإف إم. موضوعنا الثاني لليوم هو من مواضيع الساعة عندنا في قبلي، ومع الأسف ديما ولاية قبلي تعاني من المشاكل في مجال التعليم. راقية شنية مشكلتنا اليوم في مجال التعليم اللي كل مرة تخرج لنا مشكلة تابعة التعليم لكن في حلة جديدة؟ أي صحيح صبرة، مشاكل التعليم متعددة. الموضوع اليوم باش تيكون عدم وجود جزء من السور بمعهد القلعة بمعتمدية جزء الشمالية، وهذا يمثل خطر على تلاميذ المعهد والإطار التربوي. وباش يكون ضيفنا في الموضوع هذا السيد مندوب التربية والتعليم الأزهر رحال في انتظار الاتصال إن شاء الله. طيب والله ديجا حكينا في سبتمبر على موضوع تابع للتعليم على تراجع نسبة عزوف التلاميذ، خليني نقول على التعليم خاصة في السنوات النهائية كما السيزيام والنفييم والباك، معناتها اللي عندنا في قبلي نسبة كبيرة، خليني ما نقولش كبيرة باش ما نزيدش ياسر في الموضوع، نسبة مهمة معناه. اي عندنا مشاكل برشا في التعليم. تقريبا السيد الازهر الرحال متواجد معنا. الو الو النور عسلامة، مرحبا بيك وشكرا على قبول الدعوة. شكرا، مرحبا، يعيشك. سي الازهر مرحبا بيك مرة اخرى. عيشك، ربي يخليك، ربي يفضلك. اليوم سيد المندوب باش نحكي لك الحكاية، اليوم سيد المندوب فما تلاميذ في معهد القلعة اللي هما من مستقبل بلادنا، هكا ولا؟ أكيد. اليوم ها شباب المستقبل هذا قاعدين يقروا في معهد، ولكن ما فماش أمن في المكان اللي يقروا فيه، اللي هو يتمثل في غياب السور ودخول الغرباء لساحة المعهد وزاد دخول الماشية والكلاب السايبة المعهد هذا. هل المندوبية التربية والتعليم بقبلي عندها علم بالموضوع هذا ولا؟ لا أكيد عندها علم بالموضوع. هو المعهد منذ تأسيسه معناها فيه جدة، معناها ما فيش سور، يعني تنقلتوا العين المكان وشفتوا الوضع. أي لا نعرفها الوضعية معناها ومطلعين عليها، فقط احنا بالنسبة لنا معناها وزارة التربية معناها ثم أولويات معناها تتحدد كل عام وكل مخطط، معناها في الأولويات معناها احنا كين نجور رتب الأولويات، معناها عنا تلامذة ما عندهمش قاعد درس ولا ما عندهمش مركب صحي، وثم جزء من صور ناقص، فترتيب الأولويات يفرض علينا نظرا للوضعية معناها المالية، يفرض علينا أن نقدموا لقاعة الدرس على الصور. بيس الأزهر حتى نسمعوا احنا الحقيقة في الجانب هذا مانيش معناها متغافلين عليه، ولكن قاعدين نسعوا إن شاء الله لإيجاد حل. سي الأزهر سامحني، صحيح قاعة التدريس مهمة، لكن ما فمش حاجة أهم أن الصغير يبدأ يقرأ هو مطمئن ومرتاح نفسانيا، يعني غياب الخطر الكلي. بون خلينا نسمع، وخرجنا ومشينا للقلعة تنقلنا وسألنا بعض الأولياء والتلاميذ، أبقى معانا هتنسمعوا مع بعضنا وراجعين. تفضل معنا. السور نتاع اللي سيراه مشكلة، كان يبقى هكاك وقديش من مرة يحبوا يعملوا سور، أما ميزانية ضعيفة وحاجات أخرى تعطل البناء، هذاك علاش يضطروا باش يأجلوا موضوع إحنا نحبوا في أقرب وقت يقدهون للحماية التلاميذ. نوصل صوتي للسلطات اللي يسمعوا فينا، موضوع معهد القلعة راهو باش يبقى بالطريقة هذه راهي كارثة، والتلامذة عندنا شكون يدخلوا معناها ما همش تلامذة
ومنحرفين يدخلوا يتخالطوا مع التلامذة اللي راعوا فيهم باش يكونوا هم المستقبل. حاولوا احمونا صغارنا، جاء ربي تلفتوا نظرة صغيرة للمعهد هذا اللي هو معناه باش يطلع لنا جيل الغدوة، باش نبقوا تلفتوا نشوف الشيء هذا فضايح. للي كل مسؤول يسمع يحاول باش يتدخل، معناه صوت استغاثة. أنا عندي بنتي معنا تقرأ في المعهد غادي، وبصراحة السور هذا والله مشكلة كبيرة، كل مرة ها كليب داخل حصان هذا شني ميجيش، هذا والله ما جه، على الأقل يقوموا به وسيجوه في حتى بصراحة الذر الشرات ياسر غادي ميجيش، هذا والله ما جه، طالبوا بسور وتنجموش تديروا حتى عساس غادي ولا حاجة ميجيش. تلميذة معهد نقول على المعهد توفر فيه كل شيء، حاجة بركة نقصت السور، باسمي وباسم التلامذة الكل ما ساعدناش نقروا حصة تربية بدنية من غير حماية، ماذا بينا تلقونا حل وصوتنا يوصل في أقرب وقت. كما كنت تسمع معنا سي الأزهر رحال، تشكيات التلامذة وأستياء الأولياء، وين لدرجة فما غرباء عن المعهد قاعدين يدخلوا ويتجاوزوا في محيط المعهد، فما كلاب سائبة ومواشي، هذا اللي يهدد أمن ويمثل خطر على التلامذة. شنو رأيك في الكلام اللي كان تقال؟ في الأول تحية لبناء التلاميذ والأولياء على احساسهم بالمسؤوليه في الموضوع هذا، والحقيقه معناها بناء الصور معناها ماهوش حاجه، ماهوش حاجه كونفور معناها بالنسبه لل فقط. سامحني اذا توضح لي كلمه اش معناها مش حاجه كونفور سي لازم؟ معناها الطلب نتاعهم طلب مشروع جدا ومعناها ملح جدا، معناها مش طالبين حاجه كونفور، معناها طالبين حاجه معقوله جدا. الو الجنب هذا ما كناش نسمعوا فيك سي الازهر. قلت لك معناها طلبهم لبناء سور معناها طلب معقول ومشروع ومعناها مطلب شرعي، ونحييهم على روح المسؤوليه، على روح المسؤوليه اللي واضحه الفكره. فهمتني؟ معناها هما اول متدخل من تلامذة قال نظرا للامكانيات الماديه معناها اللي تعوق دون الله، فهي حقيقه معناها ماهيش احنا قلت لك المساله شاعرين بها حاسين بها، نحاول بالوسائل المتاحه ان نوفروا الظروف الامنه لابنائنا التلاميذ بالتنسيق مع السلطة الأمنية والسلطة الجهوية، ومشكورين على معناها مساعدتهم، ومنها من خلال الإطار المشرف على المؤسسة في أنه معناها العمل الموجودين المتواجدين غادي يوفروا أكثر ما يمكن من ظروف الحماية. هذا ما يمنعش باش نقول أن نحن من جهتنا سعيين على أن نوفروا التمويلات اللازمة لبناء هذا السور في منها ظروف منها معقوله جدا. سي لازهر سامحني، اين المعقول وش بيه مش متوفر؟ شنو معناها منها؟ انت قلت لي وجود الوجود المعقول الكل، سالتك اني شنو هي المعقول وش بيه مش متوفر يعني؟ معناها المعقول هو المطلب، المطلب معقول، والمش متوفر هو الفلوس معناها. هو مش مطلب سي لازهر على قد ما هو حق، من حقي اني نجي نقرا في ليسي. احنا قلنا راهو حق ومطلب مشروع، نقولوا مطلب مشروع ماهوش حق، ما هو حق فهمني، ولكن معناها امكانيات باش نوفروا له الفلوس هي اللي معناها تعيق العمليه. احنا ماناش معناها عندنا الامكانيه وقلنا لا الصوره لا خليه، لا لا احنا نسعى وقاعدين نسعى مع الوزاره على ان توفر لنا الاعتمادات الضروريه في بناء هذا السور، وعندنا مش كان سور القلعه، عندنا برشا اسوار فهمتي في قبلي وفي غير قبلي، والوزاره معناها عامله كل ما يمكن من مجهودات باش توفر التمويلات الضروريه لبناء هذا السور. سي الازهر لو كان انت اكيد عندك علم ان المعهد هذا موجود في منطقه صناعيه، يعني وانت تعرف خصوصيه المنطقه ان هي يعني الصغار باش الاولياء باش يخافوا على صغارهم، لان يعني مش معقول اني نبعث صغيري كأم ولا كأخت ولا كولي
على العموم اني نبعث صغيري وصغيري يبدا يقرا ويشوف الكلاب السايبه والمواشف وما صغار تخاف الكلاب هذيك تنجم تكون مش بالحجم هذا يا لا 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 سيدي سيدي من فضلك بعد اذنك احنا صور يعني اسمعني استاذ من فضلك من فضلك بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك انا مطلع على الوضعيه اكثر منك ونعرفها ونتابع فيها تقريبا معناها كل معناها جدية مع الإطار المشرف ومع السلطة الجهوية ومع الناس الكل فأنه تحدث حادثة كلاب سايبة ولا دخل معناها حصان في يوم من الأيام نعرف هالمعطيات هذه يا سيد لازهر في بالك سي لازهر سامحني الحصان هذا ينجم يضرب تلميذ لا لا ما كانت تحب تقول اللي تحب تقول وأنت قول اللي تقولي وأنت أما خليني نحكي لك أنا شنو الموجود يا سيد لازهر يعني وصلتنا صور من التلاميذ من فضلك يعني من التلاميذ ان التلميذ يوصل يبعث لك تصوير ويقول لك شوف المعهد نتاعي فيه منظر نتاع مواشي ولا نتاع كلاب هذايا منظر يعني غير معقول والشيء هذايا راه ما نجموش نتقبلوه لان التلميذ سامحني استاذ انت تعرف الخصوصيه نتاع بلادنا يعني الواحد انه باش يمشي يقرا التلميذ يعني المجال الجمالي يخلي الصغير يقرا اكثر فما بالك اني صغيري يمشي يقرا بلاصه ما فيهاش يطل على منطقة صناعية والأكثر ما زاد الطين بلة إني صغيري يقرأ ويتفرج على المواشي يتفرج على الكلاب هذا غير معقول أستاذ راه هذا مطلب يعني ملح إن إحنا لازمنا صغارنا يكون عندهم وإحنا جبدنا راهو معهد القلعة كمثال فما كما ذكر سيد المندوب فما برشا معاهد في قبلي ما عندهاش صور مش كان في قبلي مش كان في قبلي مش كان في قبلي إحنا مسؤوليتنا نحكو على بلادنا وكفين البلاد أنا حكيت فيك على قبلي وقلت لك ما هوش كان في قبلي قلت لك عنا برشا أسوار في قبلي وفي غير قبلي السيد لازهر شنو جواب الوزارة وقت اللي أنتم بعثتوا طلب إنه يعني أنتم مشكل قلت عنا مشكل مادي أي شنو جاوبتكم الوزارة إن شاء الله نوفروا الاعتمادات فهمتي تسعى الوزارة باش توفر الاعتمادات فهمتني ولا ونهار تتوفر الاعتمادات وقدر تربي يكون السور موجود تكون القاعة موجودة ويكون المركب الصحي موجود اما ان نهولوا المساله بالدرجه هذه سي لازهر مانيش نهولوا سي لازهر سامحني كلمه نهولوا كلمه كبيره كلمه كبيره شوي اللي سي لم ينجز في سنه 2021 فهمتي اللي سي مبني على الاقل عنده 15 سنه فهمتي معناها موجود فهمتي والاشكاليه منها موجوده فهمتي ونحن نسعوا وانا منهم كل ما وجد من جهد أني نوفر اللي ما يمكنه توفيره سي لازهر حتى كان فما أخطار وقلت لي ليه جي 15 عام رانا ما وصلنا حكينا إلا بعد ما سمعنا برشا مرات ديما نقولوا هات أو تتحل يعني مش احنا حكينا على خاطر عندنا لا لا. عام بركة فقنا صحيح هو عنده 15 عام نحس الخطاب موجه برشا منه ماشي في اتجاه منها لا لا احنا اليوم جايين باش نصلحوا يا سيد لازهر نصلحوا مع بعضنا احنا جايين باش نصلحوا مع بعضنا ما هيش بالشكل هذا إذا كان تحبوا نصلحوا معناها نسمعوا بعضنا بالعكس احنا جاي احنا كلمناك وحبينا نسمعوك يعني نسمع الرأي والرأي المخالف فهمني ونبص الحقيقة انا ما حبيش نكذب عليك كنت نجم نكذب عليك ونعطيك معلومة غلطة ونقول لك انا باش نعملها تو فهمتي لا قلت لك احنا السعيين كل جهدنا في ان نوفروا الاعتمادات في انجاز هذا الصوت سيد لازهر انت قلت يعني عنده 15 عام المعهد هذا يعني هي مشكله قديمه متجدده بمعنى اصح وحني رانا مانيش ريت رانا حني اليوم جايين باش نصلحوا وبالعكس حني سمعناك انت سمعنا تشكيات المواطنين تشكيات الاطفال يعني حني تقريبا كنا محايدين سمعناك انت وسمعنا الاطفال يعني انا لاحظت اني تشكيات المواطنين بما فيهم مواطنين وتلامذه معناها كانوا موضوعيين اكثر من حديثك انت فهمتي بكل وضوح ما نقولها لك على الهواء كيفاش يا استاذ كانوا اكثر موضوعيين من حديثي مش هي النقطه انت اللي تراها ماهيش موضوعيه لا مش نعملوا باش نحلوا نقاش فيها لا مثالش احنا اليوم ديجا لا مثالش سي لازهر رايك مهم وعندك الحق في هذا معناها من توصل لا سي لازهر احنا متاكدين اللي عندنا مندوبيه وعندنا اولاد بلادنا يدافعوا علينا وكان لازم يفكوا لنا حقنا واني جيت للمندوبيه ومشكورين وجيت للمندوبيه وخدمت حلقه اللي فاتت وفرحوا بيا العاملين اللي في المندوبيه الكل واعطيتوني ارقام واعطيتوني نسب ومعناتها الكلمه الحق تقال معناها كل وقت وعلى ذمه الناس الكل وما عندنا ما خبوا
ونخدموا ليلا نهارا معناها ومع الاطراف الكل. ومندوبيه التربيه نتاع قبلي من اكثر المندوبيات الشفافيه راهي في قبلي. اجل ربي يستر ان شاء الله من اجل قبلي من اجل بلادنا احنا بين من عندنا ما نخبوا ونخدموا منها بكل ما عندناش حتى الزي معنا. يا سيد الازهر يعني احنا وقت اللي طرحنا الموضوع كيما قلت لك احنا سمعناك منك انت سمعنا من الاطفال راه وقت اللي نقول لك على حكايه الحيوانات والمواشي لان بالرسمي وصلت الصور رانا احنا يعني شفناها الشيء على عين المكان فهمتني استاذ يعني حبينا نكونوا موضوعيين في كل المواضيع بالعكس انا مدام وصلت اتصلت بيك لاني انا متاكده اللي انت انسان باش تجاوبنا وباش تجاوب المواطنين يعني ان شاء الله نلقوا حلول مع بعضنا. سيد الازهر باختصار سامحني احنا ولاد بلاد في بعضنا وعارفين بعضنا ونفهموا بعضنا يعني نحبوا نصلحوا احنا نحبوا تلامذة تقبلي الكل تقرا في ظروف سمحه نحبوا نتائج سمحه في البكالوريا والسيزيام والنفيام نحبوا ديما عندنا نسب بين الولايات الاخرى هذاك احنا وين نحبوا نوصلوا وهذاك مبتغانا الناس الكل ونوعد الناس الكل اني لنا الداخل جهدا من اجل بلدي قبل واضحه معناها مانيش باش ندخر حتى جهد وكل الامكانيات اللي نجم نعملها باش نعملها من اجل ولاداتنا وبنياتنا ومن اجل قبلي ومن اجل تونس. يعطيك الصحة زي الازهر مرة أخرى ونشكرك برشا على شفافيتك وعلى حضورك وأهم أنه سامحني باش نقولها لك الكلمة في اللايف أنه فما وأخيرا مسؤول ما يهربش أنا يجي يقولك راني في بالي فما كلاب وفي بالي فما ظروف صعيبة لكن راني وصلت الصوت ونستنى معناه ان شاء الله وان شاء الله هذه حاجه تسعدنا وتفرحنا اللي فما امثالك يخدمونا هنا في الولايه سيد المندوب نعاود نشكرك على الحضور. نعم عايشك. نعم نعمل بصمت ان شاء الله وان شاء الله يعيشك القادم افضل ان شاء الله. يعيشك سيد الازهر يعيشك شكرا يعيشك مرحبا تفضل مرحبا. نخرج فاصل موسيقي وراجعين نبقوا معانا.
تهمنا برنامج شهري في صحافة الشأن العام نسلطوا فيه الضوء على مشاكل المواطنين ونناقشوها مع المسؤولين وصناع القرار في قبلي في حلقتنا التاسعة نهار 20 مارس 2022 باش نشوفوا عدم استعمال أصحاب التاكسي الفردي في قبلي للعداد وهذا ما أثار تشكي المواطنين مع غياب سلطة الإشراف باش نحكوا كذلك على أسباب غياب الأمن في محيط معهد القلعاب معتمدية الدوز الشمالية ونغوصوا في صلب الموضوع مع مخاطر عدم وجود الصورة على تلاميذ المعهد ونتائجه وتحميل المسؤوليات تسمعون على موجات إذاعة نفزاوة بالشراكة مع مبادرة مناظرة نهار لحد من نصف النهار للماضي ساعة أمور تهمنا من إعداد وتقديم صبرة بن مرزوق مالك الريحاني وراقية عثمان. مرحبا بكم من جديد مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. وصلنا معكم اليوم في برنامجنا أمور تهمنا لفقرتنا الأخيرة وهي صورة الشهر. كل عادة الحلقة هذه اخترنا أكثر صورة دارت الشهر هذا في ولاية قبلي. الصورة تنجموا وتشوفوها على صفحتنا في الفيسبوك صفحة الراديو نفزاوة فيم. راقية تحكي لنا على صورة الشهر هذا. أي صبرة، صورة الشهر المرة هذه تتمثل في طريقة توزيع اللحوم في قبلي. للحق صورة صادمة نوعا ما، لأن نحكو على حاجة يعني من الأساسيات وتمثل خطر كبير على المواطن. صحيح تمثل خطر كبير على المواطن. نشوفوا ملوكة تقرأنا الكومنتير. أكيد. فما أخت كاتبة وين ماشيين بينا، شنو هذا، خافوا ربي فخيانكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي يجذب انتباهي إنه الناس الكل عاملة هكا ليموجي متاع متعجب مستغربين متاع وه، اللي هو يعني تلموه ملقاش ما يعبر ملقاش ما يقول على التصويرة. يعني صفر براتيك دي جيال، زيرو تفكير في صحة الصغيرات والناس الكبار اللي تاكل في اللحم. ودجا المشكلة هذه متاعة اللحم، عندنا اللحوم عندنا شهر كامل في ولاية قبلي، صارت حتى ملاك احتجاجات. أكيد. أي أنه البيطري مهوش يطبع على اللحم. اللحم معناتها اللحم اللي قاعد يتوزع في قبلي الكل مهوش مطبوع ومهوش معدي عليه البيطري. ما فهمتش زعما هل يعتبروا فينا من فئة البشر ولا لا؟ اي ما تقريبا نسونا ماشي بينا من احنا ديناصورات. رانا هنا يا مسؤولين، رانا موجودين. المواطن في قبلي بدي درجة رابعة خامسة ممكن ليلة، تقريبا سابعة ولا ثامنة ليلة درجة رابعة ليلة، ما تصورش ليه غلطة زميلتي. للأسف صبرة هذا حاجة صادمة كما قلتي انت، العباد مستغربين القيمة، لأن حاجة ما هيش ما تنجمش تتواصل أكثر من هيك، لازم حل جذري. شكون المسؤول اللي هني؟ هل البلدية في علمها، مع أننا متأكدين أن في علمها بالشيء هذا، وإلا لا، وكيفاش تيتم الإصلاح؟ إن شاء الله ما تطولش. فعلا زميلتي كارثة، كارثة على صحة المواطنين، كارثة على صحة الصغار، كارثة على المواطنين الكل. إن شاء الله يشوفوا لنا، وخاصة هو أبار نسينا احنا تجوزنا حكاية ان الحم مش مطبوع وان البيطري مش معدي عليه. ما عاد تشوف انت الحم في كتكات والظروف اللي داي، بصراحة شيء مؤسف والله، يأسف يوجع القلب والله. وصلنا لاخر حلقتنا لليوم. شكرا على الاستماع والمتابعة، شكرا على تفاعلكم في صفحات التواصل الاجتماعي. لايف تنجموا تعاودوا تتفرجوا فيه على صفحة اذاعتنا نفزة واف ام في الفيسبوك، ولا على صفحة مبادرة مناظرة. وما تنسوش كالعادة موعدكم الشهري كيف كيف مع أمور تهمنا لبودكاست، باش يكون الموضوع الشهر هذا على ظاهرة التحرش في الأوساط التعليمية. خليكم متابعين على صفحة مناظرة في الفيسبوك. نكون وصلنا للختام. كانت معكم صبرة بن مرزوق رفقة صديقتي ملك وراقية. إن شاء الله نشوفكم بخير.